ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين سحابة غرب الجموم الآن، ما شاء الله تبارك الرحمن.
تبارك الله، هذه أمطار غرب الجموم الآن. الطريق الجديد الواصل بين الجموم وطريق إبريمان، ما شاء الله تبارك الله. هذه الأجواء، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. ياسر الصاعد يحييكم اليوم الاثنين 23/3/2022، وهذه أجواء غرب الجموم ما شاء الله تبارك الله. هذا الطريق الجديد اللي وصلك إلى إبريمان، ما شاء الله تبارك الله. الفجر ما شاء الله تبارك الرحمن، غرب الجموم الآن في الفج، ما شاء الله تبارك الرحمن. أمطار وخيرات من ربي، يا ما شاء الله الكريم، ما شاء الله يا ما شاء الله. شايفين قوة السحابة كيف؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. نطلع الجوال بس، ما شاء الله.